نهيغ ما يحتاج مناشدة أنا بالنسبة لي. نهيغ اللي عاصر جيل نهيغ واللي شاف اللي قدمه نهيغ باعتقادي أقل تقدير ممكن يقدمه نهيغ هو حضور، مهما كانت الانشغالات مهما كانت الظروف مهما كانت الأمور، لكن يظل نهيغ واحد من أساطير الكرة الكويتية، واحد من بالنسبة لي واحد من أفضل المدافعين على المستوى آسيا وليس على مستوى الخليج. الجمهور نادي الغاتسية ما يحتاج إنه مطالبات وتعالى، وهم أكيد يعني حاضرين، واللي يزيد إن شاء الله الحضور اعتزاء أخوي نهير الشمري أبو خالد. طبعا أدعو الجمهور الكويتي بشكل عام وليس جمهور نادي الغاتسية لحضور اعتزال نهير الشمري، أدى أداء السنوات الماضية مع المنتخب مع نادي الغاتسية، فأتمنى إن شاء الله نشوف الجمهور يحضر المباراة هذه ويسانده بالمباراة هذه. نهير يستاهل الكثير والله العظيم، يعني لسنوات طويلة خدم، وأيضا نهير مثل النادي العربي، فنرجم جماهير الكويتية كلها بشكل عام، ما أقول الغتساوي العربي، جميع الجماهير الرياضية أنها تآزر أخونا نهير، هذه آخر مباراة يعني يشوفونه بالملعب، فإن شاء الله ما يقصرون وياه. يعني أنا معجب بنهير الشمري، لاعب إمكانية عالية، إمكانية تفوق يعني إمكانيات كثيرة مرت في الكرة الخليجية، مو نطالب نقول لهم لازم انكم تحضرون للاعب هذا لأن لاعب ما يتكرر نهير الشمري، واللي ما لعب مع نهير الشمري بالملعب ما استمتع في كرة القدم. الجمهور القدساوي ما يحتاج مناشدة، الجمهور القدساوي مخلص للاعبين أو للنادي، فإن شاء الله نتمنى يوم الأربعاء أن أستاذ جابر يمتلي من جماهير القدساوية والجماهير العرباوية كذلك. والله عيب أن أتكلم عن نهير الشمري، الكلام بروحه يصف له. يعني هي مباراة القدسية والعربية، هي تكريم نهير، مكانة نهير، وعطاء نهير، وخدمة نهير بالمنتخب وأيضا القدسية، وأخلاقيات هذا اللاعب حقيقة والكل يحبه، فأتمنى أيضا الجمهور يقف لها هالمباراة وفي صف نهير الشمري لتشجيعه وتكريمه، يستحق هذا اللاعب. نتمنى من جماهيرنا انها يعني تحضر وتساند الكابتن نهير لانه من الناس اللي عطوا للكره واخلصوا للكره الكويتيه وتحقيق انجازاته مع المنتخب ومع فريق نادي الغاتسيه، نتمنى الحضور بمساندة هذا اللاعب الخلوق.